الأكل اليوم الخاص لشي أسبوع تقريبا ما قدمت لهم الخاص. الجزر دائما تقريبا أنا بقدمهم للهامستر، البروكلي والباذنجان. الباذنجان تسألوني مطبوخ أو لا؟ طبعا من غير طبخ. وهذا البسكوت دائما بعطي لهم بتاع الشوفان والفول السوداني. هذا هو الأكل بتاع اليوم، زائد الأكل الجاف بذور دوار الشمس وفول سوداني وذرة. إذا كنت جديد في القناة اضغط على زر الاشتراك وعلى الجرس ليصلك كل الفيديوهات، واضغط أيضا على زر إعجاب لدعمي أكثر. فمثل ما شفتوا اليوم بيكون اليوم سأكتبه هون في الفيديو، والألوان يعني لسه ما ظهرت. الشعر بدأ ينبت قليلا، يعني أعتقد أنه ما مبين في الصورة، بس العدد يعني أنا عم شوف هون يعني تقريبا 7، ما بعرف إذا كان الآخرون نايمين تحت. بالنسبة للألوان تقريبا يعني 99% سيكون ألوانهم باج، لأن الأم والأب بنفس اللون. ربما يطلع لون واحد مختلف، بس هاي حالة نادرة يعني مو دايما. شوفوا الموجود هون قشور بذور دوار الشمس، وكمان بعض الفضلات. يعني الأمر هذا مقزز بالنسبة لنا إحنا كبشر، لكن بالنسبة للهامستر أحيانا الهامستر يعيد أكل الفضلات، وسبق وتكلمت في هذا الموضوع في فيديو خاص، لأنه أحيانا بتسألوني إنه عم لاقي الهامستر مخبي فضلات مع الأكل، يعني هل هذا طبيعي أم لا؟ طبعا هذا شيء مقرف. لا، ما نو شيء مقرف، هو بيعيد أحيانا، يعني مو دايما، أحيانا يعيد أكل الفضلات لأنه بيكون فيها شيء زي بروتينات أو ما بعرف، يعني فيها مواد عضوية بتكون صالحة إنه الهامستر يعيد أكلها. فسبحان الله، يعني هذا الموضوع لا يقرفكم، لأنه هذا الموضوع يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي جعل الهامستر بهذا الشكل. يعني بتقولون إنه الهامستر نظيف وهيك، طبعا نظيف، وإعادة أكل الفضلات يعني ما نشي مقزز. وبس هذا اللي كان بدي أضيفه. بالنسبة لهذا الذكر كتبت لي كتير أسماء، وكل أسماء حلوة، بس إحنا بدنا اسم يكون مضحك، أو مثلا يكون اسم بشر مثلا. المهم ما بعرف، بس أعطوني اسم مضحك ويكون اسم بشر. شو كيف عم يشوف ميقول هذه مجنونة تريد تسميتي باسم بشري. المهم أعطوني اسم بشر ويكون مضحك شوي يعني. شفتوا بطنها؟ أول مرة لما جبتها ما كانت بهذا الحجم، يعني أنا شفت الفيديوهات قارنتها مع الفيديوهات الأخرى وما كان هذا الحجم. يعني هي تقريبا ممكن تلد بعد 4 أو 5 أيام لا أكثر، يعني أقل من 5 أيام ستلد.
ما بعرف شو اعمل الصراحة. كنت دايما باخذ احتياطاتي مشان ما اعتني بها مصرين يعني يولدون في نفس الموضوع في نفس الوقت عفوا. بس المهم اي شيء من عند ربنا يعني رزق وخير ان شاء الله. وهي جنجر المشاكسة. صراحة كان لازم اني اشتري اقفاص وزيادة حتى لو كانت اقفاص بلاستيك واتركها في البيت، بس انا كنت يعني دايما عاملة احتياطي يعني ببيع وبعدين بعمل الانتاج وكانت عندي اقفاص كافية. بس هذا اللي حصل حصل فجأة معلش. المهم كلها مصر في قفص لانه الهامسترات اللي عندي كبرت و ممكن انه لو كانوا صغار ممكن انه نتركهم في قفص واحد، لكن هي وصلت تقريبا للسن 4 شهور أو 5 شهور فبدأت تتعارك مع بعض. عم بزعج الطيور. فبدأت تتعارك مع بعض فقررت انه لازم كل واحد يكون في قفص. بالنسبة للهامسترات الأخرى صار في شوية تغييرات. متذكرين إنه جينجر كانت في القفص الكبير وهون كانت هاسري، لكن أنا قمت بتغيير، جبت الهامستر البنية براوني الهامستر الجديدة في هذا القفص وحطيت جينجر في هذا القفص لأنه جينجر يعني أكثر الهامسترات مشاكسة عندي. فأنا كنت عاملاهم هون، كنت حاطة جينجر في هذا القفص الكبير وبعدين فصلته بهي القطعة الخشبية. كان الموضوع كتير كتير صعب، بس جينجر فضلت يعني شوفوا مثل الرصاص، بس الرصاص شوي فضلت تعض من هون ومن هناك بدها تخرج يعني يعني تكتشف المكان وهيك. المهم الهامستر من طبع انه يعض في الخشب. وهاستري كمان يعني مشاكسة شوي، بس مو شايفين هاي انا راح اشيلها لانه في صديقة معنا في القناة سألتني يعني انا ليش ما عم بنزل ما عم بعطي الهامسترات العاب وهيك. انا صراحة بشيلهم لما بكون بدي اصور. متذكرين الكوخ اللي كنت صنعت من البلاستيك اللي على شكل فلفلة او وردة او ما بعرف، والالعاب اللي كنت صنعتها ايضا راح اورجيها لكم هون او هون. بشيلها يعني اي شيء فيه لون معين انا بشيله، وهي اللي عم تشوفوها هون ما راح ابينها كلها. المهم هي سبق ورجيتها لكم في فيديوهات. هي بتنام فيها هاسري، كنت اشتريتها هي خاصة بالهامستر فراح اشيلها هلا ونكمل تصوير هيك، لانه يعني تقريبا كلكم بيعرف موضوع الفيديوهات المخصصة بتاع الاطفال. فلو كان الفيديو بتاعي اتصنف في فيديوهات الاطفال فما راح يكون في زر التنبيهات، يعني الفيديو ما راح يوصلكم اصلا، ما راح تشوفوه، ما راح يكون في تعليقات ولا لايكات ولا اي شيء. مشان هيك انا يعني دائما بحاول انه اشيل الاغراض من القفص وبعدين بصور هيك القفص فارغ، يعني عادي شو فيها انه اصور القفص فارغ. وشيء اضافي، هذا الدولاب اللي عم تشوفوه هون هو اللي كانت فيه براوني، فانا حولته لهون. ليش؟ لانه هاي الخشبه لما الهامستر بيعض هون بيحاول انه يخترق هذا المكان مشان يروح لهذا المكان هي بتتهز شوي، فانا جبت هذا الدولاب وعملته هناك وجبت فيه هذا على شكل بلاستيكي هناك مشان ينام فيه رصاص وحطيتهم على جنب بعض، وبعدين صار يعني صعب انه نحرك هاي الخشبه. فبس يعني هذا الشيء مؤقت، وبس يعني مشان يعني الهامستر كل واحد يعيش في قفص رغم انه المساحة صغيرة، بس ما عندي حل. المهم هو انه الهامستر يعيش من دون ما يعني يتعارك مع هامستر اخر، من دون ما اسبب له الموت. شوفوا رصاص رصاص ما عجبه يمكن البيت الجديد، يعني من ساعته ما نقلته عم يعني بيتغيرون عليهم المكان وهذا شيء عادي. ف المهم ليش كل هاي التغييرات؟ هاي التغييرات بسبب انه تقريبا كلكم كتبتوا لي هون في غبار ما مسحت الزجاج سوري، كتبتوا لي هل براوني حامل الانثى البنيه؟ مو هاي هاي هاستري هاي همسترتي
سألتوني عن هاي الهامستر، هل هي حامل؟ هل هي حامل؟ وأختي كمان لما شافتها في الفيديو قالت لي هاي الهامستر حامل، قلت لها لا لا مو حامل، بس أنا ما كنت ملاحظة لأنه أنا بشوفها دايما. بس اليوم بيكون اليوم أكثر بطنها يعني واضح أنه هي حامل، فهي الأنثى راح أسيب لها القفص فارغ، يعني ما راح أضيف الألعاب وهيك، راح أتركها هيك فاضي، هعطيها الأكل وبس. بينما جينجر بعطيها بتنام في الفلفلة البلاستيكية في الكوخ البلاستيكي. فبس، وهذا اللي كان بدي أخبركم. يعني التغيير كان بسبب أنه أنا حبيت أنه أضع هاي الأنثى الحامل في قفص يكون كبير شوي صالح للولادة، وما راح أتركها في الدولاب الصغير اللي كانت فيه، يعني شي فظيع لو أنها ولدت هناك. فقررت أنه أقسم القفص الكبير وبعدين أعمل هيك وهيك وهيك، وبعدين كل واحد في قفصه. فأعطيها الأكل. اكتبوا لي في التعليقات شو تتوقعون العدد، كم العدد تتوقعون انه هي الأنثى ستلد. انا اعتقد انه ما بين السبعة والتسعة، يعني يا اما سبعة يا اما ثمانية يا اما تسعة. الهامسترات اللي عندي في القفص الزجاجي او البلاستيكي دائما بقدم لهم قطع خشبيه، وكمان جينجر يعني سوري ما تأدت لانه قطعه خفيفه، بحب اقدم لهم قطع الخشبيه، وجينجر بتحب تعطف اي شيء يعني بهوس كبير جدا، فبقدم لهم القطع الخشبيه. وكمان ممكن البراوني ممكن اعطيها قطعه هيك كليها. بالنسبة للهامسترات اللي في القفص الحديدي ما بقدم لهم قطع، لانه هم اصلا يعني بيعضون في الحديد واسنانهم ما بتطول. وها هو بومباستيك، انا دايما بشوفه فما بلاحظ الفرق، ما بعرف اذا كان صار نحيف شوي او لا. ممكن إذا عندكم هامستر بهذا الشكل يعني شعره طويل، ممكن في الصيف إنكم تقصون شوي من هذا الشعر، لكن لازم يكون هامستر أليف وما بيتحرك كتير، ويكون شخص كبير معاكم ويساعدكم، يعني يمسك الهامستر بإحكام وتقصون الشعر شوي، لأنه هذا الشعر في الصيف ممكن إنه يسبب له مشكل، يعني حتشوفون إنه الهامستر سيكون يعني مبلل بالعرق إذا كان الجو حار في منطقتكم. فمشان هيك أنا ما كنت بحب أشتري هامسترات بهذا الشكل، لكن هو الصراحة شكلهم يعني بيكون حلو، بس في الصيف يعني بيكون مزعج بالنسبة لهم وبالنسبة لكم كمان. شوف هنعمل له ضفيرات هون، ضفيرات في هذا الشعر الطويل. فحنشوفكم بعد ممكن بعد يومين او ثلاث ايام مع الهامسترات الصغيرة الجديدة. وبس، وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يعني هاي يوميات فقط مشان اخبركم بخصوص حمل هاي الانثى، وبخصوص التغيير في الاقفاص، وبخصوص ليش ما عم تشوفون العاب في القفص. وبس، كان هذا الفيديو لليوم، ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.